حياتهم أتحدث، وهذا شرف لا أدعي ومنزلة لا أرتقيها. فعشان الدكتور ما خلينا شيء حتى نتحدث فيه، وأريد باسمي وباسم أهل العوامية وأهل القطيف عامة والأحساء أتقدم بالشكر لأهل البحرين. كنت أفكر شنو السبب اللي يخلي الأخوة في البحرين غير أنه شيخ شيعي يقوم بكل هذا الإحياء وكل هذه المراسم من أيام اعتقال الشيخ إلى الآن، شنو السبب؟ فاليوم قبل أن أجي أحد المشايخ رسل مقطع صوت للشيخ وكان يدافع فيه عن الأعراض في البحرين، فعرفت أن أهل البحرين هم كذلك أهل وفاء، ومن وفائهم لسماحة الشيخ فقط أنه قام بما يجب عليه أن يقوم به، فلذلك هم ورفعوا الراية المطالبة بالشيخ في حياته ومواصلة إحياء ذكره بعد استشهاده، وهذا ليس غريب على أهلنا في البحرين، فأشكركم على ذلك. يعني بالواقع بالفعل ما عندي شيء أقوله، يعني كل الكلمات التي قيلت في الأيام السابقة والآن اللي تفضل فيها الدكتور يعني لم يبقى لنا ما نذكره، لذلك يعني فقط راح أذكر بعض المحطات البسيطة جدا من حياة الشيخ يمكن البعض ما يعرفها. الشيخ رحمة الله عليه هو من أول الشباب وكان عمره بالعشرينات خرجوا من أهل العوامية لطلب العلم بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فهو كان من أول الناس ومن أوائل الشباب في القطيف. يعني إذا كان في القطيف الشباب خرجوا في تلك الفترة فكان الشيخ من أوائلهم، ولذلك يمكن الشيخ أبو ياسر يعرف كانت تسمى دورتهم دورة المشايخ. فالشيخ بعد 20 عام قضاها بين الجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا رجع إلى البلد. رجع إلى البلد والوضع هناك كان شبه الحالة الدينية في موت سرير جدا، يعني بعد بالأخص يمكن 93 كثير من الأخوة يمكن يتذكروا والبعض فيكم لما كان صغير أنه في تلك الفترة رجوع المعارضة البلد وقالوا أن احنا عندنا مشروع مع النظام وراح يصير إصلاحات وتغيير، الناس تفائل بهذا الأمر، ولكن مع مرور الأيام شافوا ماكو شيء بل الوضع زاد سوء، لذلك الناس صابها يأس كثير جدا فبدأت تتراجع عن الدين وعن حال الدينية، بدأوا ما يصدقوا شيء اسمه دين ولا رجل دين، وكان بالفعل وضع الرجل الدين وضع سيء جدا، يعني لا أحد يقبل منه مرة جدا، يعني خلاص على حسب قولتهم ما لينا قيمة. يعني الشيخ في تلك الفترة نزل والمجتمع حتى المساجد والحسينيات فيها عزوف كثير جدا، يعني إذا في احتفال كاحتفال مولد الإمام الحسين تذهب إلى مجلس بهذا الاتساع ترى مجموعة قليلة جدا، وفي مسجد تقريبا أضعاف هذا المكان يمكن صف أو صفين جماعة يصلوا فيه. هذا الوضع الشيخ نمر رحمة الله عليه جاء البلاد وهالظروف هكذا وأحيا الدين. بالفعل كنت أبحث عن كلمة أوصف بها الحالة للشيخ فريت كتاب الشيخ الله يفرج عنه الشيخ زهير عاشور، عنوان الكتاب التغيير في سبيل الله. بالفعل الشيخ نمر كان ثائر من أجل التغيير في سبيل الله، في الشيخ ذاكر في مقدمة كتابه الثائر أو اللي يريد التغيير في سبيل الله قسمين، قسم أما لأجل مطلب دنيوي وأنه يأمل أن يكون واجهة ويكون رئيس أو يكون أي شيء، لا وقسم لله لله. والشيخ النمر بالفعل وليس مجاملة وليس من باب الغلو، يعني المشايخ يعني هم أدرى بالشيخ مني بالأخص الشيخ أبو ياسر والدكتور لأنهم عاشروه في تلك الفترة يعرفون الشيخ من هو. بالفعل الشيخ نمر لم يكون طالب دنيا،
ولو كان طالب الدنيا لم يقتل، لأن النظام في بداية الشيخ ثورته على النظام وإعلانه وتقديمه الرؤية، كان أمير الشرقية وقتها ولد فهد رسل للشيخ أشخاص وقالهم خلوا الشيخ يأتي لنا نتحدث، وهذه لم يفعلوها مع أحد قط آل سعود، وهم كانوا يتوقعوا الشيخ يأتي، يعني من يرفض أن أمير يقول له تعال تفضل عندنا. الشيخ قال لهم كلمة أنا سمعتها من الأشخاص الذين جاؤوا للشيخ، قال خلي هو يجيني مو أنا أروح له. والشيخ قال في أحد خطبة أيضا، قال هم يجب أن يأتوا لنا نحن العلماء. يعني في تلك الحالة جن جنون آل سعود، من هو هذا اللي يقول إحنا نروح له؟ ما تصوروا يعني، ولم يتصور النظام يوم من الأيام أن يكون رجل تحت قبضتهم وتحت سلطتهم وتحت جبروتهم يقول لهم الموت لكم، الموت لآل سعود. لم يتصور النظام قط بحياته أنه يوجد رجل بهذه الشجاعة وهذه الجرأة. حقيقة الشيخ نمر لم يكن متهور كما البعض كان يصفه، بالفعل كان شجاع، شجاع في اتخاذ القرارات. والشيء يعني يمكن الغريب أن الشيخ نمر لم يكلف أحد، بل أباح للمشايخ والعلماء أنه لا أحد يطالب بدمي، لستم مسؤولين عن ما أقول، ولم يلزم أحد باتباعه، لم يلزم أحد قط، لم يقل لحد تعالوا معي نحن أقرب المقربين له. أنا شخصيا من تلاميذ الشيخ ولي الشرف بذلك، لم يطلب مني يوم الأيام أنه تعال ويانا وكذا، لا لم يطلب من أحد، وكل الذين مع الشيخ كانوا بإرادتهم. الدكتور أشار بالفعل الشيخ وقت اللي جاء إلى القطيف الناس يعني تخاف من الحيطان، ولكن الشيخ نسف شخصية آل سعود بالتمام. ويمكن البعض رأى مقطع فيديو للشباب في العوامية يتناقشون ويتشاجرون مع ضابط، هذا الذي على أثره هذا النقاش أنه أصدروا قائمة ما سمى بقائمة 24. وقت اللي صدرت هذه القائمة يعني توقع النظام أنه مثل الدواعش بعد فترة يجي ويأخذهم. الشيخ وقف بقوة في المسجد وقال لهم لا تسلم أنفسكم ونحن سوف نحميكم. بالفعل الشيخ صمد، وحتى اعتقال كان هو حامي الشباب، لذلك لم يجرأ النظام إلى يومنا هذا على اعتقال أحد إلا بقتله، إلا بالقتل أو محاولة اغتيال. فالشيخ الشهيد ليس فقط ثار ضد آل سعود، ثار ضد الحالة اليأس في المجتمع. عندما جاء أرجع إلى المساجد حيويتها وأحيى المساجد المهجورة، الشيخ نمر أقام صلاة في مسجد في حي من الأحياء، هو آخر منطقة العوامية اسمها الزارة، يمكن البعض راح ذهب إلى هناك. هذا المسجد يعني قريب إلى بيتنا، بس ولا يوم من الأيام يمكن أتذكر أن صليت في مرة أو مرتين في حياتي، ومهجور. والمنطقة بحد ذاتها هذا الحي يعني شبه منعزل عن باقي العوامية بحكم أنه وجود شارع عام بيننا وبينهم. الشيخ لم يذهب إلى مسجد الذي هو يعتبر تبع تيارة، لم يذهب إلى ذلك المسجد، وقالوا له تعال، قال لا أنا أذهب إلى ذلك المسجد، وكان يبعد عن منزله، وكان يصلي ثلاثة الأوقات ومع وضعه الصحي، كان يذهب الصباح والظهر والمغرب، ويذهب ليس بالسيارة، صيف شتاء كان يذهب مشيا، وعندما يقف أحد له لا يقبل. ومرة سألنا شيخنا ليش ما تركب سيارة تروح بسيارة، مع العلم الشيخ ابن عائلة غنية ومن عائلته من أكبر عوائل العوامية من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، يعني هو شيخ ابن عائلة حسب ما يقول، وعائلة النمر من كبار العوائل في العوامية، وعائلة الفرج اللي عائلة من كبار العوائل، وعائلة غنية، يعني أي نوع سيارة يريد يستطيع يقدموها له. كان يرفض الشيخ، قال أنا أخرج لعل في الشارع شخص عنده سؤال أو شيء لا يستطيع أن يأتي المسجد ولا يأتي للبيت، فأنا أجيب على سؤال في الشارع. إلى هذه الدرجة. وبالفعل الشيخ النمر كان متواضع،
ليس توارث يتصنع بالفعل، يعني يقف مع الطفل في الشارع أو واحد يقف ويجلس معه يتحدث. لذلك حتى في يعني والمعذرة في الشخص نعرفه على حسب ما نقول على عقله على قده، كل مرة يوقف الشيخ نمر ويسأله نفس السؤال ويقعد يجادله، حتى هو يجي يقول أنا وقفته وقلت له شيخ نمر، قلت له أوعى مرة ثانية توقفه، ترى بقول لأخوه، قال له ما يجاوب على سؤالي، قلت له خلاص تعال أنا أجاوب على سؤالك. وأسئلته يعني بسيطة، وأنه يشكي للشيخ حاله وما أدري شنو، أنا يسوي لي سحر لهالدرجة والشيخ يسمع له ويحاول يرضي. عليكم السلام. إلى هذه الدرجة الشيخ كان، مع ذلك لم ينهره يوما، لم يقل له ابعد أو اغرب، بل حتى كان هنا. السلام عليكم شيخ، تفضل معذرة شيخ. حتى الجاليات الهندية والباكستانية كان الشيخ يسلم عليها ويصافحها، والكل ينصافن، حتى الجاليات كانت تحب الشيخ. لذلك كان بعض الجاليات الموجودة هنا كذا لديها مشكلة مع رب عملها، يذهب إلى الشيخ يقول له والله فلان كذا فلان كذا، والشيخ يقوم لهم بذلك. هذا من جانب. الشيخ أيضا جاء وفتح حوزات، شارك في فتح الحوزة في القطيف وكان يدرس فيها، وفتح حوزة في العوامية وما زالت موجودة، وخرج طلاب وعممهم، وأيضا وقف معاهم وساندهم وشجعهم. الشيخ أحدث أنه وفهم الناس بالعمل ليس بالقول، أنه ليس فقط رجل الدين هو من يؤمن الناس، حتى يمكن أن يكون شاب عند يعرف متوفرة فيه شروط إمام الجماعة يمكن أن تصلي وراه. وبالفعل كان الشيخ يتقصد أن يتأخر عن صلاة الجماعة، والكل يعرف الشيخ والتزامه بالوقت، ولكن مع ذلك كان يتأخر حتى يقوم شخص يصلي ويأتي الشيخ ويصلي وراه، وليس مرة أو مرتين. وهناك حتى صور بذلك ومقاطع فيديو، كان بعض المصلين عندما رأى هالحالة الذي لم تكن موجودة عندنا قط بالفعل، وكان فأصبحت عادة عند الناس وطبيعي، الناس صارت تتقبل مع الأيام، إذا يشوفوا الشيخ ماجي خلوا أي واحد من المؤمنين يتقدم ويصلي وراه. فهذه حالة. وأيضا اهتم بجانب العزاب، يعني هنا في كثير العزاب والمشايخ، شيخ أبو ياسف السيد شالين هالهم الله يساعدهم إن شاء الله. فكان الشيخ يقنع الفتيات أن يقتدوا بالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لكي يكون مهرهم مهر يسير. فكان بالفعل أطلق حملة أنه يكون مهر الفتاة 250 ريال، وبالفعل زوج فتيات ما شاء الله. كان الضج عند البعض يعني ليش، وكان مثل في العوائل شجار أنه أنا أختي شعب مهرها 20 250، ها أنت بحتي نفسك ورخيصة وما أدري شنهم. الشيخ يوم سمع بذلك عمل تكريم لهؤلاء الفتيات، عمل لهم تكريم لشيء يشجع الأخوات على ذلك. فكان هذه من ضمن الأشياء اللي كان الشيخ أوجدها في المجتمع. فالشيخ لم يكن فقط أثار على آل سعود، فالشيخ مهد للمجتمع. لذلك عندما طرح رؤيته وطرح معارضة للنظام تقبلها المجتمع، تلاقفها الشباب. لذلك آل سعود أنا في تصوري أنهم تأخروا على اعتقال الشيخ، تأخروا كثير، يعني الشيخ قدم ما كان يجب أن يقدمه وصنع جيل، وهذا الجيل أقسم أنه على خط الشيخ سائر وثائر أيضا. والنظام إلى يومنا هذا لم يستطع أن يثبت إلى العالم أن الجريمة الذي قام بها ما هو السبب وراءه، لم يستطع إثبات ذلك، لم يقدم دليل، فقط ادعاءات أنه أمر بحمل السلاح. وأنا أقولها الشيخ نمر رحمة الله عليه شجاع، ولو كان يؤمن بحمل السلاح حقيقة قالها وأعطى الأدلة عليها، ولكن الشيخ وكما قال الدكتور لا يوجد عنده مجاملة ولا خوف، ولا يخاف أنه والله أنا أقول هكذا وفي السر يقول كذلك، لا، هو كلام في الخفاء نفسه في العلن. لذلك أنا أقول أن الشيخ النمر بالفعل لم يقتله النظام وما قتلوه، وكذلك هو
وسيبقى. وأيضا أرجع في الختام وأكرر شكري لكم. وأيضا نسيت في البدء أن أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس سماحة السيد القاضي الإمام الخامنئي على تبني قضية الشيخ النمر. بالفعل لولا إيران ربما نجح النظام السعودي في طمس الشيخ النمر. لذلك أتقدم باسم أهالي الأحساء والقطيف كاملة عامة والشيعة بشكل عام للجمهور الإسلامي على هذا الاهتمام. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأعتذر منكم مجددا.